الحمد لله. يلا الحمد لله ان الاصابه جات بسيطه يا استاذ شامس. وزين زين ان المطافي وصلوا في الوقت المناسب. ولا عاد انتوا والمعمل احترقتوا واستويتوا رماد؟ صدق يا زهران، انا لما شفت النار جاي من يميني ومن شمالي قلت خلاص غبت فيها يا شامس. يلا 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 يلا. ترى لا نار معمل شيء، هناك نار اشد من نار المعمل. انا اخر شيء اتذكره اني اضحك. اخ يا الله يا الله. وانا اخر شيء اتذكره اني كنت جالس احضر ماده صاد زايد سين، وكنت جالس على كرسي مدور. يا الله ما شفت الا النار تلحقني يا مثل الليتات اللي معلقه في الزينه. يا الله اخ صدقك شامس صدقك. وابوي 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 وابوي. يا الله يا الله. اقول شامس، انا كاني سمعت ان ضروس طاحت على الارض. لا تكون ضروس فقير ساكين واي فقير. من هذا فقير؟ انا فقير انسان محنط في المعمل. ايه انسان ماسخ ما عنده ضمير. اخ اخ يا الله يا الله. يلا مساكين، نعم انكم عورتوا لي فؤادي، ما يسخابكم. زين وما عرفتوا من الجاني؟ الجاني يا حاج مراد الادويه الجاني. لا تعقوا لهم عدويات، لا تعقوا لهم عدويات، ترى ما كل الدواء دواء. لا تخاف، ما دوياتك يا حاج مراد، هاي ادويه غير، هذه ادويه اللي اسمها ايش اسمها رامس؟ ايش اسم الادويه؟ اسمها حامض الكبريت. اي حامض شربت. اكيد بيحترق المعمل ما دام حامض وحيطه كبريت. لا وبعد ايش؟ ريحته خايسه خايسه. نعم تصدق ولا بدون شيء، على ما ظننا جايبينه وصلاحيته منتهيه. المهم يا جماعه ترتاحوا لكم كم يوم هنا وان شاء الله تطلعوا بالسلامه، وعاد احنا يوم تسوي عندنا فرصه ان شاء الله بنزوركم كل يوم ان شاء الله. اذا كنتوا كل يوم هتزورونا كان حلو. انا تعجبني جلسه المستشفى، وان شاء الله اجلس شهر علشان اشوف ايش. لا لا لا، علشان اشوفكم كلكم. اشوفكم كلكم. روحي يلا يلا عاد برخصتكم. انا اترخص عنكم، انا اشغالي واقفه. يلا ولازم اسير. ولا هلا بنت الحلال، يمكن بعض الناس يتكرموا ويوصلونا بتاكسي. حق مراد. نعم. لكنك تاخرت عن عملك، ما كنك تاخرت عن الشغل. نعم اني تاخرت ولازم اسير تو. يا الله ولو ان التكاسي عاد ما ظني يشلونا. خير ان شاء الله، مو قالوا لك فينا جرب وامو؟ لا الحاج مراد، عندنا مخلوق نازل من الفضاء. فضى في عين الله يكفش يا انسان. رايه احنا في المستشفى الحين، هذا الكلام مو قاسي تقوليه الحين، خلي على ما توصلي بيتكم. يلا يا جماعه اشوفكم على خير استاذ شامس. يلا يلا شامس. احسنتوا. لا تنسي تزوروني بكره، تزورين اعتي. لا تنسي. لا 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 قصدي كلكم تزوروني. فمالا. يلا استاذ شامس. مالا. عجبتك القصه اللي الفتها؟ الله رقبتي. يا الله القصه اللي الفتها عجبتني، لكن شامس ما حد بيعلق حبل المشنقه في رقبتي الا انت. نعم انت. هذه اخرتها عاد؟ هاي اخرتها على الخدمه اللي قدمت لك اياها؟ انا داريت عليك يا ولد الحلال، انا اخوك زهران يزعل. سامحني شامس اخوي، سامحني اسف، لكن ما اقدر. الناس سوون عم اقدرك. انت تصدق يا رامس؟ انا كان ببالي قصه ثانيه. ايه كنت ناوي اقول لهم ان احنا كنا في غابه. ايه وهاجمنا اسود. ايه 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 وتصارعنا معهم. وهذا اللي استولني. بس بعدين فكرت. ايه
إن في بلادنا ما شغابة. زيد ما رأته يا أبو. خلاص خلاص ساكين يا أبو. زويل بقى هذا بقى. يا الله يا الله أنا أكره المستشفى. أنا أحب المستشفى، أحب المستشفى وأموت فيه وابغى اعيش فيه طول حياتي. انا اكره المستشفى، اكره المستشفى. الله يجازي ان شاء الله. قول امين. تو انت ايش فيك معصب علي؟ ايش في؟ اذا في قلبك شيء ولا شيء قوله، لا تحبسه الا ينبط. ابوي ينبط، انبط وانفتق من زمان، لكن الشغله ما عليك انت الحين. نعم اللوم علي انا، لست مثل السبال، اقلدك واسمع كلامك وماشيك. لا مسوينك مثل الاعلى وانت خلطي. ايش يعني؟ اشوفك مسختها اشوفك مسختها. تأدب لاقي تو وتفتفك وكسر لك عظامك. انت تعرفني الحين انا عاجز ما اقدر اتحرك، ولا تعرف كيف اسوي فيك؟ بكسرك بهفسك هفاس بكسرك. لابس؟ هتكسرني مثل مثل ما مكسر صاحب سيارة. مسويين في اعماركم؟ انتوا ايش اللي خلاكم تسووا في اعماركم كذا بسالكم؟ حالتهم شوي شوي، لكن هذاك المسكين فقير حالته مستعصيه، واهله يمكن يودون علاج في الخارج. ترى يمكن الدكاتره اللي عندنا ما كلهم عندهم دكتوراه وماجستير مثل موظفين. اقول جامس نعم. يمكن صاحب السياره دخل في مقلوب ايودوا بلد فيها عيد وطني ويعلقوا زينه. استحمل استحمل شوي. لكن اسمع يا شامس، لا تقول بعد دوروا لي شغل مره ثانيه غير هالفرصه هذه الحلوه اللي راحت عليكم بعد ما تحصل. حتى الحين تغيير الزيت والسيرفس مال سيارتي في جراج فقير صار اغلى من اول. اقول خليفه قول حال شامس يمكن يغير لك ايله. المهم المهم تو انت قول ايش اللي خلاكم تسووا في الرجال كذا الله يهديكم؟ تبغى الصراحه يا امين؟ هذا فقير صاحب الجراج ماسخ. شوف انت ماسخ. اي ماسخ ماسخ. انا من الاول بغيت افنش بصراحه بس استحيت منه، ويوم جات منه هو احسن. لكن أقول شامس نعم قالت علينا أغلى من بيعة السوق. يا الله يا الله. وتقوم تسوي فيه كذا مسكين. الله والله ما يلام والله ما يلام. أقول يلا خليفة يلا خلينا نسير. ها نسيره والله. أقول لك يبغاني أمر على الدكتور وأخبره وأقول له تعال رقم بربرة يستاهل ولا عشان يتقدموا مرة ثانية. كل يوم شغلة ويودرونها، كل يوم شغلة ويودرونها. يلا 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 أبو شمس. أحسنتوا شباب. يلا تفضل يا شباب. مع السلامة يا رمز. مشغولين على الزيارة. ما بدينا حيلة. مشغولين على الزيارة، خلوا الشباب يجونا ربع. أقول شامس نعم ممكن لك شوية؟ والله شوية لا بأس. أحسن. يعني شوي شوية أبوي مستعصية. لكن حالة مستعصية يا أبوي. يلا أوف أوف يلا. محمود
جوعانه؟ زين يا حياتك اسالها انت. انت بس لا تقعد ترادد. سالها جوعانه ولا لا؟ وما ابوي سالش ما جوعانه؟ مو ابوي؟ ابوي يقول ليش ما جوعانه؟ لا والله ما جوعانه. قول لك ما جوعانه. زين قولها انا جوعان. يلا خليها تذهب الغداء بسرعه. اكيد سمعتي. انا ما مسويه غداء. تقول لك سكت انت. قولها وليش عاد ما مسوي غدا؟ ليش؟ انا ما طبخت لان الغاز مخلص. لا اله الا الله. اللهم يصبرك يا نفس ان شاء الله. اللهم يصبرك. اوف. اسمع حمود، انا الحين بسير اجيب الغاز، ولما ارجع لازم تسوي الغداء والعشاء مع بعض، مفهوم؟ مفهوم ولا سمعت؟ اسكت انت اسكت. اللي ماخذ عقلك يتهنابك. ها؟ ايه صرحت شوية. شوية؟ صار لك 6 دقايق وانت ترحم ولا كأنك موجود. ما اخفي عليك اليوم اخوك باله مشغول. مشغول بايش؟ بواحدة شدتها اليوم في المستشفى. واخيرا وقع العملاق. ماشي، العملاق اليوم ما في وعيه. قول لي وبالتفصيل الممل الدقيق. ما اعرف ايش اقول لك يا خليفة. شفتها؟ حسيت اني اعرفها من زمان. ايوه حسيت انها تكلمني بعيونها وتقول لي شيء ما فهمته. لكنها اكيد كلمتني. تعرف خليفه؟ ايوه هي لحظه واحده اللي قاعد عيني في عينها حسيت ان الزمن توقف وجسمي قال برد. حسيت اني امشي في الهواء كذا على الهواء. بس 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 بس, بس 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 هذا هو المرض الخطير. الحب ما كذا؟ لو كان هو ما مرض. لاني بعد ما شفتها ايوه مفهوم الحياة عندي تغير. بعد ما كنت أشوف الأشياء أبيض وأسود قمت أشوفها بالألوان. لا وبالألوان خلها بعد. تلفزيون مو حب. مين هذا؟ غلطانين أنتوا، البيت الثاني يمكن. وين أمين؟ وينه؟ أمين؟ من؟ خالتي زيارة. يا هلا يا هلا فيكم، زيارة مباركة ما شاء الله. جايبين العائلة كلها ما شاء الله ما شاء الله. خليفة، خالتي زيارة زوجة شامس، زوجته الثانية، هذول أولاده. خليفة زميلي، أهلا وسهلا فيكم، كيف حالكم؟ كيف عرفتوا البيت عاد؟ قبل سليمان دعانا وراح. ما ليش ما انتظركم؟ نبغى نقيل هنا وراح. لا ما علي، بيقيلوا ما علي ما علي. وإيش أخباركم بعد؟ كيف الأهل؟ أنتوا خلوكم السوالف، وين شامس؟ وقول لنا فعصت السيارة. لا هو ما فعصت سيارة بالمعنى هذا يعني، لكن هو شوية بعافية ومنوم في المستشفى. لا أنا بتبى أروح أشوفه حتى لو واقف قدام المستشفى. لا إله إلا الله. والمفروض بصراحة ما في زيارة، إحنا لازم نروح العصر، لكن إذا بتجلس عند باب المستشفى للدرجة هذه أصلا روح. خليفة أنت خذ الأولاد أخوي معك. خذهم. لا خذوهم وياكم. لا خذهم أخوي، أنت عارف إن ممنوع دخول الأطفال المستشفى الله يهديك. تعوزنا بعد. يلا بابا يلا بابا يلا بابا روح 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 مع عمكم روح مع عمكم. روح بابا مع عم بيسليك. يبغى يشوف ابوه يبغى يشوف ابوه. ما عليه ما عليه. سكر بابا. شوفوا تلفزيون بابا شوفوا تلفزيون. يلا خالتي رحنا. يلا 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 بسرعة بسرعة بسرعة. انا ما تغديت وسبح الغاز. يلا يلا غيره. مشكورين مشكورين.
يلا شيخ. يا اخوي في غاز فيه؟ لا. نعم؟ غاز فيه. بدل الغاز، انا جايب انك تبدل الغاز. يا اخوي غاز فيه، انا شو انا اعرف غاز فيه. شيك زين انت شيك. والله غاز فيه بهي بدل، ما في فيه بدل، لكن غاز فيه. في غاز ها؟ ايوه. زين يلا مشكورين. شيل هذا غاز. يا اخوي في رو في ايدي، في رو في ايدي، ما في فلوس. يلا انت تعودت وكل شيء تسوي. ايش سويت انت؟ كل شيء بفلوس بس؟ يلا يلا في رو في ايدي في رو. ما علي ما علي، مره ثانيه مره ثانيه بناديك انا بعطيك فلوس. مشكور. تفضل. مد مد. نعم. انت معزوم الليله؟ معزوم. نعم معزوم. وديك مطعم احسن مطعم، انا وياك بس، ما حد معنا نفسنا. بعدين بوديك السينما. اي نعم السينما، هناك فيلم اسمه الاسد الضعيف مع الهنود الحمر بطولة فريد شوقي. سينما؟ نعم السينما. وخلي بعض الناس يجلسوا يشوفوا الجدار يمكن يطيح عليهم. حمود بغسلت يدينك زين؟ ترى ريحة السمك ما تخرج من اليدين، مرة تعلق، خاصة عاد سمك صافي، وخاصة عاد بيول العيش الأبيض وفوق شوية لوم. يا الله مغواء. أخو أبوي أصير أغفي شوية، غمض عيوني، غاوي الغفاي. نعم خلاف الغداء، خاصة يوم يكون الغداء لذيذ. شوف يا حج مراد، انت تعرف ان الخطاب على سوسة مثل الذبان على الفار الميت، وانا ما قادر اجل الموضوع زيادة. يا فادي يا فادي، تراك هلكتني، قلت لك 20 مرة اصبر علي شوية، انا فاتح بنتي في الموضوع. مسألة سوسة انا ما نسيانها، بس انتوا الله يهديكم طالبين فيها مبلغ خيالي. حرمة في سن سوسة مقاربة تاريخ الانتهاء طالبين فيها 3000 ريال. يا أخي سووا ديسكونت، تنزيلات، خلوها ب100 ريال. سوسن هذه درة، درة وما شفت مثلها بحياتي. صحيح هي عمرها 50 سنة، لكن شباب شباب، و3000 ريال ما كثير فيها. انت فكر زين وانا بسير عنك الحين. هي درة درة ما قلنا شيء، بس الله يسلمك. انت سير وشاورهم وهلا هلا في الديسكونت، انت الخير والبركه الله يسلمك. بس عاد انت لا تنساني بعدين. ها انا حاضر في الشوفه يا فادي، انا عيوني تفداك طال عمرك. يلا. بس هلا هلا فيي. يلا سلام عليكم. حياك الله. حياكم. الله مهلا. زين يا ولدي، امسك زين يا حمود، امسك زين يا حمود. علي ايش رايح؟ ما تردي زهران؟ ما جاز. اوكي جاز جاز. امسك 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 زين يا حمود، حمود امسك زين يا حمود، حمود حمود الحرمة، حمود الحرمة. Yeah.
تعرف رامز؟ انا عندي مشروع افتح عياده حالي حال غيري، يعني كداك على الخفيف. اي لكن شامس في شرط واحد عاد، تكون انت الطبيب في العياده هذه. نعم. لا لا ما قصدي، قصدي اني اجيب دكتور وممرضه وسماعه مال اذون وكمين بره وكل. تعرف انك نوعيه منقرضه؟ صدقني ما في حد مثلك في العالم ابدا. كان في اخر واحد كذاك مثلك بس مساكين عايش في غابات افريقيا، كلمنا الدقاق وما بقيت الا انت بس. رامز اسمع، حس دقاق هيكون جايبين دقاي حي ياكلون دقاي حي. دقاق حي؟ تفضلوا تفضلوا. يا رامز يا شمس، ما اخباركم؟ الحمد لله. ها شاف ود اللي سويته في عمرك؟ يوو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 و
وصلن. ايش هذه يا حرمان؟ ذبحتيني وحدي متكسر وتزيديني بعدش؟ امين؟ نعم. مو جايب هالبلاوي معاك، ليش جايبينهم معك الله يهديك؟ والله يقول جاي يزورونك واحشنهم ما ادري ايش. وحش ياكلهم، وحش ياكلهم. ايش جايبينك؟ ايش اللي جايبينك؟ سمعينا عنك انك بعثت لك اللاري. لا اله الا الله، لوري؟ وابوي لحن تحريم ويتمنى للهلاك. هذا شامس مساكين مو مسوي في حياته. ومن قال لكم هالكلام؟ من خبركم هذا الكلام؟ اخبار توصلنا اول باول. يلا اسمع الناس كيف يسوون. يحبوا يعكس الكلام. لوري؟ عجب لوري بالله عليكم. انتوا كيف دخلتوا؟ زيارة الحين بنوعة؟ معلش احنا اسفين يا سستر معلش، لكن انتوا عارفين ان زياره الحين ممنوعه. اي صحيح، ان شاء الله مره ثانيه ما نجي في الوقت ان شاء الله. هي اللي يقولونها النيرس. اي هذا حالك الحين اهون؟ الحمد لله اهون. انتوا مو يفضل شوف شغل شو بس. الحرمه ما قالت شيء، بغيت تفحصني مسكينه. اهون يا الطيب اهون. امين؟ نعم. انت ما عندك موعد ناسنا ولا عندك شغل ولا شيء؟ يمين ما عندك شغل؟ والله صدقت، نعم عندي شغل وعندي موعد وعندي موليه مره. انا رايح. يلا خلي بالك من زوجي، بعض الاحيان تجي حالات الجنون وبيعض الناس. زينه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. من رايحين؟ ماله لا حول ولا قوه الا بالله. يلا مو صحتي زينه الحين سستر اهون شويه؟ لا الحمد لله تمام، احسن من الاول. احسن ها؟ الله يخليك، البركه فيش. الله يحييك. يلا يلا شويه، ردي لي ردني ردي يا ردني. اي انا استبرد عين جين برد مسكينه. يا الله يلا مسكينه. احسنتي ابوي احسنتي. هو الشامس؟ نعم. وانت اهون؟ تحسنت شويه الحمد لله. احسن عن الاول الحمد لله. الحمد لله رب كريم الحمد لله. لا الحمد لله الحمد لله. حسنت شوي الحمد لله رب كريم الحمد لله. حسنت شوي. وبعدين قام الوحش يمشي في الغابه، يمشي في الغابه ويطلع اسنانه كلها دم الناس اللي اكلهم. ايه الحمد لله واحد نام. زين. وبعدين الوحش قام يمشي بعد ما اكل الناس وقام يطالع، ولا البطل جمعة طالع كان يوده البطل جمعة ويطلع عيونه وقام ياكل عيونه حيل، ياكلهم حيل. وبعدين سوى
أوبا؟ أوبا؟ خليفة الوحش الهنود حق أمين أنت وصلت؟ أكيد جالس تقول لهم قصة يا أخوي ما خليت ولا قصة كل القصص اللي عندي قلتها لكن ما يناموا ما بغى يناموا روحوا ناموا داخل بالغرفة ها؟ لا والله أنتوا روحوا ناموا في الحجار ونحن ننام أي صح لا 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 ما يصير ما يصير ما يصير روحوا ناموا أنتوا داخل إحنا متعودين ننام هنا في المجلس دائما ايه صحيح متعودين ماخذينهم زين الغرف احنا متعودين نام هني بس محمود عجبك الفيلم حبيبي؟ محمود انت هين يا ولدي الله يهديك انا مشتاقتنا انا فؤاد اليوم يا ولدي اباق في بيورك وفي الحقره حمود حبيبي اسمع اذا قمت بالليل وانت خايف يعني شيء خوفك ولا شيء لا تتأخر مرة تعال هناك بسرعة إذا فرحيان الليلة تقضي أنا خوش إذا فرحيان الليلة يا سلام ها؟ هذه الراحة يا فرحيني
يا سلام وافرح يا اوه